صيحو ثربثة ديما فينا لركي البعشيقة سعروثة دليعي تايذا نسريتو صحينا غلبة بوعام ومهيمنو دحزيلا هركي الضعيري بثرميد مقضلة فايشي يرحي وإشني هنماني راح وقي مبوتثي وممديثثي ضعيري لو بس ضعيري لو ضعيري و بنلي بوتي حاثي بنلي شوتوسي حاثي محاثو شاتسي احايثي هركي لجن محون البريثو كولا هاني ابني دير عافي نكفيشي بير عافي من توي موخا ميدان مليلي اللي بين نفسي حوثو طبينا مالود مبارخ علي ومنا طري وتفيشي او خبير عدنا ابو هوثو الدوري ودوثن. اليوم فرحتنا كبيرة بزيارتنا لبعشيقة البلدة المباركة اللي فيها سريان من قديم الزمان. جينا من جديد لبعشيقة في زيارة مختلفة عن الزيارات السابقة. جينا وزرناهم أيام النزوح وأيام الهجوم والإرهابي عليهم وبعد ما نزحوا من هون وراحوا لأماكن مختلفة، لكن اليوم جينا شفنا الكثيرين منهم رجعوا لبلدهم ورجعوا ما بس مثل ما كانوا، لكن عم نشوف ان بهمة ونشاط عم يعمروا بيوت، عم يعمروا كنائس، عم يجددوها، عم يجددوا كل مؤسسات ومشاريع جديدة لخدمة أبناء الكنيسة ولخدمة كل أبناء بعشيقة. من هالمؤسسات الكبيرة اللي نحن موجودين فيها اليوم هو مركز مارغورغيس التعليمي الثقافي اللي فيه روضة ومدرسة ابتدائية وقاعات، فكل هال مؤسسات الجديدة اللي عم تتجدد واللي افتتحنا البعض منها والبعض الآخر بعده على بقيد الإنشاء هي دليل كبير على همة ونشاط وتصميم أبناء بعشيقة على البقاء في هالأرض، أرض آباء والأجداد، وهن بهالنشاط وبهالفعاليات عم يهيئوا لمستقبل كويس لأولادهم وإن شاء الله لأحفادهم كمان. فرحتنا كبيرة بهالاستقبال واللي حسسنا من جديد إنه الشعب المؤمن السرياني المبارك مهما تشتدت عليه الظروف يبقى متمسك بإيمانه بكنيسته وبشعبه. ربنا يبارك الجميع. مطران هالأبرشية مار تيموثاوس موسى الشماني، مطران أبرشية مار متى، كاهنة بعشيقة الفاضلين أبونا دانيال وأبونا بولس اللي عم يشرفوا على هالشغل روحيا، وكمان مجلس الكنيسة وكل مجلس الأعيان وكل مؤسسات ولجان اللي عم تشتغل هون ببعشيقة من كورال من كشاف، الكل صغار وكبار اللي محبتنا ومصلي لهم ربنا يباركهم ويحميهم، وإن شاء الله نزورهم كمان في مناسبات قادمة نشوفهم حتى بنشاط أكثر إن شاء الله. ربنا يبارك الجميع. شكرا.